نشرة أخبار منتصف الليل من الوطنية الأولى، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يتحول مباشرة من روما إلى طبرقة لمعاينة الأوضاع، وإجلاء العشرات من سكان ملولة وتوافد آخرين على مستشفى الجهة بعد اتساع رقعة الحرائق. السلطات الجزائرية تعلن مقتل وإصابة العشرات في حرائق الغابات شمال العاصمة، وتجند آلاف أعوان الإطفاء لإخمادها. وفي قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، رئيس الجمهورية يؤكد أن البلدان النامية تدفع فاتورة أزمة المياه والانحباس الحراري، ويقترح فرض مخزون استراتيجي للحبوب لوقت الأزمات. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. استقبل المستشفى الجهوي بتبرقة من ولاية جندوبة عشرات المصابين بحالات اختناق وأغماء نتيجة الحرائق الهائلة التي تجتاح منطقة ملولة من معتمدية تبرقة، وقد تجندت كافة المصالح بعدد من الوزارات لإخماد النيران. وفي طريق العودة من العاصمة الإيطالية روما، حيث كان يشارك في قمتين حول الهجرة والنظم الغذائية، توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الاثنين مباشرة إلى مدينة تبرقة بولاية جندوبة في زيارة طارئة لمتابعة تطورات الوضع في الجهة وللوقوف على مدى تقدم عمليات الإطفاء وكذلك عمليات إنقاذ وإسعاف وإجلاء المتضررين من الحرائق. وقد حاصرت نيران الحرائق من جديد بعد ظهر الاثنين قرية ملولة بمعتمدية تبرقة من ولاية جندوبة بسبب موجة الحر التي تشهدها الجهة منذ أيام، وكذلك بسبب مخلفات الحرائق التي كانت نشبت بالجهة الأسبوع الماضي. من 150 متضررا من الحرائق استقبلهم المستشفى الجهوي بتبرقة من ولاية جندوبة إلى حدود السابعة من مساء أمس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، كما تم إجلاء أكثر من 100 شخص بعد أن طالتهم الحرائق. المديرة الجهوية للصحة بجندوبة أفادت أن الأضرار التي عينتها طواقم طبية وشبه طبية عسكرية ومدنية تراوحت بين حالات اختناق وإغماء وحرائق بسيطة، كما قامت السلطات الجهوية والمحلية بإيواء أكثر من 100 من متساكنين قرية ملولة في مراكز خاصة بعد أن تم إجلاؤهم بواسطة سيارات عادية ومراكب بحرية، فيما اختار مئات آخرون اللجوء إلى أقاربهم ومعارفهم بمدينة تبرقة بعد أن حاصرت النيران منازلهم. عملية الإجلاء تأتي تنفيذا لقرار اتخذته اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة، قرار رفضته قوة الحرائق وسرعة انتشارها بعد أن تزامنت مع هبوب رياح قوية. المصادر نفسها تصف الأوضاع هناك بالمخيفة والمقلقة للغاية. ديجا على عينيكم تشوفوا فيها الدنيا مشت، الديارات اتحرقت، ما بقى لنا حتى شيء، هنا نعانوا. كل مره تشعل غادي تمشي تلقاها شعلت في بلاصه اخرى، ما نصورش كان هذه معناها طبيعيه. وتحاول وحدات الإطفاء المدنية والعسكرية بمساعدة عدد كبير من السكان المحليين السيطرة على الحرائق. الغابة كي اتحرقت بعد اتصلت بالديار وضررنا من أشجار مثمرة، من حيوانات، من ديار. بحكم الانزلاقات وبحكم كذا نحاولوا باش نمنعوا على الأقل ان نقصوا من حدة الانجراف، فهمتني، نزرع في الجرة كما قاعدة تشوف، فهمتني. هاي جات الحريقة هذه والحريقة اللي قبلها، جات حريقة قبل، جت على الأخضر واليابس شاء، زادت عودة المرة هذه، وهنا مازلنا نستنوا ويجي الشتاء كالعادة. وقد سارع عدد من متسكني قرية ملولة التي تعيش حالة استنفار قصوى إلى الفرار محملين ببعض الأغراض المنزلية خشية أن تداهمهم النيران. هذا وأعلنت وزارة الدفاع أنها قامت ب 23 تدخلا، كما استخدمت الطائرة العسكرية سي 130 في 3 مناسبات. وكان رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والتنظيم النجدة ووالي جندوبة قد طلب من السلطات المركزية توجيه طائرات إطفاء عسكرية ودعم لوجستي استثنائي في محاولة من اللجنة لاحتواء الحرائق التي توسعت دائرتها وباتت تتجه نحو محيط مدينة تبرقة التي تعرف ذروة موسمها السياحي.
وتزامنا مع تجدد اندلاع الحرائق عادت السلطات الجهوية غلق المعبر الحدودي بملولة الذي كان استأنف نشاطه يوم الخميس الفارط بعد توقف فاق 24 ساعة بسبب الحرائق التي ضربت قرية ملولة وحواشي الطريق عدد 7 المؤدية إليه وتحويل حركة الوافدين والمغادرين عبر معبري الببوش بعين دراهم وجلي المغار الدماء. هذا وقررت رئيسة الحكومة نجلة بودن الاثنين وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليق جميع الجلسات الوزارية وتركيز خلية أزمة برئاسة الحكومة إثر اندلاع حرائق في منطقة ملولة من ولاية جندوبة، وذلك بهدف إحكام تنسيق جهود مختلف الأطراف المتدخلة للسيطرة على هذه الحرائق وإخمادها وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه الخلية ستظل في حالة انعقاد دائم إلى حين السيطرة على هذه الحرائق. وفي علاقة دائما بنشوب حريق بمنطقة ملولة من معتمدية تبرقة، أكدت وزارة الصحة أن مصالحها على المستوى المركزي تتابع عبر قاعة عمليات الوزارة تطورات الأحداث بالجهة، وتطمئن كل المواطنين على جاهزية وحداتها الصحية للتعامل مع مثل هذه الحوادث. كما سخرت وزارة التجهيز والإسكان الآليات المادية والبشرية اللازمة لإخماد الحرائق المندلعة بجبل ملولة في معتمدية برقة من ولاية جندوبة، وخاصة منها آلة كاسحة لفتح المسالك الغابية الوعرة لتمكين شاحنات الإطفاء من الوصول إلى مواقع الحرائق والتصدي لامتدادها للمسالك أو المساكن المجاورة. وأيضا أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية تدخلت مجددا لنجدة وإنقاذ أهالي منطقة ملولة بمعتمدية تبرقة من ولاية جندوبة بعد اشتعال النيران بالمنطقة من جديد، مشيرة إلى أن التدخلات مستمرة. وبدورها أمنت وزارة النقل عبر الشركة الجهوية للنقل بجندوبة 9 حافلات لإجلاء المواطنين إثر اندلاع الحرائق بمنطقة ملولة في معتمدية تبرقة من ولاية جندوبة، فيما عزز فيه ديوان الطيران المدني والمطارات جهود الحماية المدنية بشاحنات إطفاء ذات سعة كبيرة ستنطلق من مطارات تونس قرطاج وصفاقسطينة وتوزر نفطة وقفص القصر باتجاه تبرقة. في حصيلة أولية أعلنتها وزارة الداخلية الجزائرية أمس الاثنين، لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 25 آخرين في حرائق غابات بولاية بجاية والبويرة والجيجل. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها مقتل 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة في حرائق غابات بولاية بجاية. جهود متواصلة لإخماد الحرائق التي نشبت بعدد من الولايات الجزائرية، حرائق أسفرت عن مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين في حرائق غابات ولايات بجاية والبويرة وجيجل وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الجزائرية اليوم. حرائق أودت أيضا بحياة عسكريين جزائريين، إذ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم عن مصرع 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة في حرائق غابات ولاية بجاية. وقالت الوزارة إنه تم إجلاء المصابين مباشرة نحو المؤسسة الاستشفائية القريبة. وفي تفاصيل حول اندلاع هذه الحرائق، كشفت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم خلال ليلة أمس تسجيل نشوب 97 حريقا مسا الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية. وسجلت ولاية بجاية والبويرة وجيجل الحرائق الأوسع رقعة بفعل الرياح القوية التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان، فيما تم وفق المصدر ذاته إجلاء 1500 مواطن. ولمجابهة هذه الحرائق المندلعة في هذه الولايات، تم تجنيد 7500 عون إطفاء و350 شاحنة من مختلف الأحجام فضلا عن الوسائل الجوية لإخماد الحرائق، مما سمح بالتحكم في أغلبها، كما أعلنت ذلك وزارة الداخلية الجزائرية التي أفادت أيضا بأن عمليات الإطفاء مستمرة بست ولايات. وعلى إثر هذه الحرائق بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى عائلات المدنيين والعسكريين الذين لقوا حتفهم في هذه الحرائق التي اجتاحت عددا من ولاية شمال البلاد.
في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي تنظمها الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الأغذية وزراعة الفاو بمشاركة قادة ورؤساء حكومات 20 دولة ومشاركين من 160 بلدا، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فرض مخزون استراتيجي من الحبوب يتم اللجوء إليه عند الحاجة حتى لا يتحول الغذاء إلى أداة حرب. في جلسة الأنظمة الغذائية والتغير المناخي التي يشارك فيها بمناسبة انعقاد قمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية، شخص رئيس الجمهورية قيس سعيد الظروف العالمية التي تندرج في إطارها هذه القمة. جائحة هزت العالم كله، لم يعرف التاريخ لها مثيلا، تدفقات غير مسبوقة لأعداد كبيرة من اللاجئين، انحباس الأمطار وارتفاع لدرجات الحرارة، ارتفاع في نشرات الأحوال الجوية، وفي نفس الوقت في نشرات الأخبار السياسية والاقتصادية والمالية. اعتبر رئيس الجمهورية أن البلدان النامية تدفع فاتورة باهظة الثمن لأزمة المياه والانحباس الحراري. انحبست الأمطار وسحت المياه نتيجة للانحباس الحراري. لم تتسبب الشعوب الفقيرة في هذا الانحباس، تنبعث الغازات السامة وتصل بلداننا ونحن مرة أخرى من ضحايا هذه الغازات السامة ولم نكن من أسبابها. هناك من يشكو من الظمأ، هذا فضلا عن الحرائق التي تشتعل في كل مكان، بما في ذلك في هذا الحين وطني تونس. اقترح رئيس الجمهورية قيس سعيد على منظمة الأغذية والزراعة فرض مخزون استراتيجي من الحبوب يتم اللجوء إليه عند الحاجة حتى لا يكون الغذاء سلاحا مسلطا خاصة على الدول النامية. ماذا؟ لا تقوم المنظمة الدولية للفلاحة بفرض مخزون استراتيجي وهو متوفر للعالم كله، يتم اللجوء إليه عند الحاجة حتى لا يكون الغذاء سلاحا يفتك بالبشر. كما دعا رئيس الجمهورية إلى إرساء فكر جديد وتصورات جديدة لمشاكل الغذاء في العالم، وتقاسم تونس اليوم العالم التحديات الدولية المطروحة لتوفير احتياجاتها من الحبوب في ظل نقص الإنتاج والانحباس الحراري وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. الدول في حاجة إلى الاعتماد على النفس، ولكن هناك قصور من ناحية البنية التحتية. ليست كل الدول لديها الأراضي الخصبة أو لديها المدخلات التي تستطيع من خلالها استبدال أو تعويض ما كان يأتي من الحبوب من الدول المتحاربة الآن، أوكرانيا وروسيا. تعتبر التغيرات المناخية أحد الأسباب لتصدع النظم الغذائية في العالم، بالإضافة إلى تداعيات الحروب والصراعات، حيث اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب بالبحر الأسود زاد من قتامة الوضع المرتبط بنقص الغذاء في العالم خاصة لدى البلدان النامية، فيما شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على ضرورة تعاون المؤسسات المالية الدولية والاستثمار في الزراعة باعتماد نظم جديدة للإنتاج تعتمد على التكنولوجيا. مشكلة النظم الغذائية تشمل كل المشاكل المتعلقة بحياة الإنسان، ودخل على تلك المشاكل مشكلة المناخ، لأن المناخ في السنوات الأخيرة تغير تغيرا جذريا وأحدث مشكلات كثيرة للدول
في الإنتاج الزراعي وكافة أنواع الإنتاج الأخرى. ويتجه المشاركون في مؤتمر القمة إلى اعتماد حلول بديلة للحد من شبح الجوع الذي يتمدد في ظل ارتفاع جنوني لأسعار الغذاء في العالم. وفق أحدث تقرير للأمم المتحدة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، فإن حوالي 735 مليون شخص واجهوا الجوع سنة 22 و2000، أي بزيادة تقدر ب 122 مليون شخص مقارنة بعام 19 و2000. أرقام مفزعة تستدعي حلولا بديلة لأزمة الغذاء المفتوحة. من هذه الحلول رفع القيود عن تدفقات الحبوب والأغذية وتحييدها عن الصراعات. زين المليكي للتلفزة الوطنية من مقر منظمة الأغذية والزراعة بروما. وعلى هامش مشاركته في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية بروما، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الاثنين نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. ونوه رئيس الجمهورية بمتانة علاقات الصداقة التاريخية بين تونس وإيطاليا وبما يتقسمه الشعبان من مبادئ وقيم وما يجمعهما من إرادة صادقة وعزم قوي من أجل تعزيز فرص الشراكة والتعاون لا فقط في مجال الهجرة بل أيضا في قطاعات أخرى على غرار الطاقات البديلة والمتجددة والصحة وتحلية المياه والتبادل العلمي والثقافي والرياضي، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تتالي اللقاءات الثنائية على أعلى مستوى يدل على عمق الروابط بين الشعبين والبلدين ويعكس التطلعات المشتركة نحو بناء مستقبل جديد لا للمنطقة فحسب بل للإنسانية جمعاء. عشر سنوات مرت على اغتيال الشهيد محمد البراهمي، ذكرى تم احياؤها باطلاق مهرجان محمد البراهمي للثقافه العربيه في دورته الاولى. افتتاح المهرجان الذي حضره عدد من افراد عائله الشهيد واصدقائه تم خلاله تقديم معرض لمقالات الصحفيه وتقديم كتاب باسم الشهيد، ويتواصل هذا المهرجان الى حدود 26 من الشهر الحالي. عشر سنوات مرت على اغتيال المناضل السياسي محمد البراهمي الذي وإن غاب صوته فإن ذكره لم تغب، ذكرى وثقها أحباء الشهيد بإطلاق مهرجان محمد البراهمي للثقافة العربية الذي تزامن مع ذكرى اغتياله العاشرة. قدم دمه لبلاده وتونس تستحق، يعني معناها تستحق من حين إلى آخر. أنت تضخ فيها روح ولولا دماء محمد البراهمي ولولا إصرار عائلة الشهداء على كشف الحقيقة ربما ما كانش صار 25 جويلية 2021. مهرجان وإن كان فرصة لاستحضار ذكرى الشهيد فإنه كان أيضا مناسبة دعت فيها عائلة الشهيد محمد البراهمي إلى الإسراع بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية. احنا رسالتنا اليوم للقضاء أنه رانا مثل ما حملناك المسؤولية سابقا في كشف حقيقة الاغتيالات السياسية، نحن اليوم نجدد تحميل المسؤولية للقضاء ونوجه للقضاء رسالة أنه كشف الحقيقة راهي لن تعيد لنا من فقدنا ولكن هي من مصلحة الشعب التونسي. واستهل المهرجان بافتتاح معرض للمقالات الصحفية التي كتبت عن الشهيد بالتعاون مع مركز التوثيق الوطني، معرض حضره عدد من أفراد عائلة الشهيد وأصدقائه الذين تحدثوا بكل حب عن محمد البراهمي الغائب الحاضر. محمد البراهمي إنسان خلوق، إنسان عنده أخلاق معناها رائعة، اللي يفتح باب داره واللي خالته يعرف معناها قيمة محمد البراهمي. أهم شيء وأهم ميزة في هذه الذكرى وفي هذا الشخص أنه إنسان بيتم معنى الكلمة، وبالتالي لما يستشهد هو هذاك يعطي دمه للوطن ويعتبر أقل ما يمكن أن يقدمه الإنسان في سبيل أمته وسبيل وطنه، هذا هو محمد البراهمي. شهادات تم توثيقها في كتاب يحمل اسم الشهيد محمد البراهمي تضمن تصريحات موثقة من جهات مختلفة، كتاب تم تقديمه اليوم في افتتاح المهرجان. جملة من الشهادات لرجال السياسة من كامل أرجاء الوطن العربي ممن عايشوا وعرفوا الشهيد، أيضا من رجال السياسة والثقافة والفن والإعلام في تونس. الكتاب صدر في طبعة أنيقة
في تضمن 320 صفحة، وطبعا هذا الكتاب سيكون منطلق لدراسات أخرى ومباحث أخرى يمكن أن تكشف حقيقة الوضع في تونس في مرحلة زمنية معينة. ويتواصل المهرجان إلى غاية 26 من الشهر الحالي، وسيتضمن برامج مختلفة على غرار عروض موسيقية من الفن الملتزم ومسابقات في كتابة المقالات الصحفية وندوات فكرية. دوليا، رفض قائد كبير بالجيش السوداني بشدة مبادرة تقودها كينيا لإرسال قوات حفظ سلام من شرق إفريقيا للمساعدة في إنهاء الصراع الدائر بالسودان منذ أكثر من 100 يوم، وأشار إلى أن أيا من هذه القوات لن يعود إلى بلده على قيد الحياة. وتلقى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع العديد من عروض الوساطة الدولية، لكن لم ينجح أي منها في وضع حد للقتال الذي اندلع في منتصف شهر أفريل الماضي. أعلنت روسيا مقتل 600 جندي أوكراني في عدد من محاور المواجهات الرئيسية في أوكرانيا، كما أعلنت تصديها لجميع المحاولات الهجومية المضادة في محاور دونيسك وكراسني ليمانسك ولوغانسك، وتمكنت من إسقاط 35 مسيرة وتدمير العشرات من نقاط القيادة ومخازن الأسلحة. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها استعادت أراضي بمساحة تقارب 200 كيلومتر مربع من القوات الروسية في القسم الجنوبي من الجبهة. في أخبار الرياضة، وافق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على عرض الهلال السعودي لانتداب نجم كرة القدم كيليان مبابي مقابل 332 مليون يورو. كما قدم الهلال السعودي عرضا لمبابي يتضمن راتبا سنويا يقدر ب 700 مليون يورو. وكان مبابي انضم إلى نادي العاصمة الفرنسية منذ 5 أعوام قادما من موناكو مقابل نحو 180 مليون يورو. توجت إسبانيا بلقب جائزة لوس أنجلوس العالمية الكبرى للإبحار للمرة الأولى إثر تفوقها على الدنمارك وأستراليا الفائزة بالجائزة في 3 مناسبات. ويدين الفريق الإسباني بتتويجه بالجائزة الكبرى إلى مهارة القبطان دييغو بوتينو الذي نجح في التعامل مع سرعة الرياح. الآن إلى تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يتحول مباشرة من روما إلى تبرقة لمعاينة الأوضاع، وإجلاء العشرات من سكان ملولة وتوافد آخرين على مستشفى الجهة بعد اتساع رقعة الحرائق. السلطات الجزائرية تعلن مقتل وإصابة العشرات في حرائق الغابات شمال العاصمة، وتجند آلاف أعوان الإطفاء بإخمادها. وفي قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، رئيس الجمهورية يؤكد أن البلدان النامية تدفع فاتورة أزمة المياه والانحباس الحراري، ويقترح فرض مخزون استراتيجي للحبوب لوقت الأزمات. وفي الختام أشكركم على حسن المتابعة، ليلة طيبة للجميع، كنوا بخير، إلى اللقاء.